مع بداية فصل الربيع تهاجر الطيور من المناطق الباردة إلى المناطق الدافية، وفي طريق هجرتها تمر على قطر. اليوم بنروح مع محمد الكبيسي وبنصيد بعض الزواحف الموجودة في قطر اللي تغذى عليها بعض هذه الطيور. ما شاء الله بسعيد، وين تعين الحياية؟ والله الحياية أبو علي هني في الهرم، بين الهرم والحصة هذه. سبحان الله، هذه الحفاثة والكبرى الكاذبة هذه يسمونها موجودة في الهرم بكثرة، يعني بين الهرم تحصلها موجودة، ودوما شوف لها بين الهرم ذي، والحمد لله يعني أحصل كل شهر أحصل لي مثلا ثنتين أطعمهم العقاب. ما شاء الله عودة. إيه هذه عودة، هذه يمكن ما تلدغ بسعيد، هذه تلدغ، ما في حي ما تلدغ، بس هذا اسمها يعني بسيط، ما يقتل الإنسان، يقتل الأشياء البسيطة، هل اليراذي، الطيور الصغار، فروخ الطيور، هذه الأمور فيها سم، ما أقول لك ما فيها سم. وهذه من أكثر الحياية الموجودة منتشرة في قطر. شلون تصيدها؟ هذه عندي أنا طبعا للسيفتي، هذه إذا في مجنيب ولا شيء أأمن طبعا الأشياء السيفتي من البوت الله يعزك ومن الأشياء هذه الأمور الثانية، عشان لا قدر الله أم جنيب ولا شيء، لأن أم جنيب تدفن نفسه فالواحد ما يشوفه. صحيح. أما هذه لدغت بسيطة و جاهز أنت قلب أنا بقلب. أنا جاهز، أنا جاهز عشان أمسكها، سواء بأمسكها بهذه عشان ما تفرط وعقب بأمسكها بالش اسمه بيدي، ما في مشكلة. هذه جيت عليها مضبوط، وهذه وجبة حق العقاب. ما شاء الله يا ابو سعيد، اي واحد اللي عندنا اليوم هذا طبعا العقاب. هذا نوع من انواع العقبان، عقاب الثعابين او عقاب الحيات. هذا طبعا طرح قطر 2017، هذا ما شاء الله طرحته الصبح، انزل انا حق الشرايس، طرح الشرايس الشبكه العاديه، شبكه الشرايس، وسبحان الله شوي ولا هذا العقاب فوق الويرات فوق الاشياب. بس والله قلت خلنا اجرب يمكن انه ينزل، والله من اول ما قطيت له هو الفير قطيت له الشبكه على طول حول، والحمد لله قبضت الشبكه، لا قبضت الشبكه طاح مهما كان حجمه. على وشو سته؟ على يربوع. يربوع؟ اي يربوع. على طول حول، على طول حول ما شاء الله. سبحان الله، وتم يمكن 8 ايام عندي ما اكل، 8 ايام ما اكل. سالفه هذه يوم قريت عنه وشفت نفسه، لان هذا يشبه عندنا عقاب بالدمي. ايه يشبه بالدمي، بس هذا يختلف، انا اول شيء على بالي بالدمي، بس يوم قريت عنه كل شيء قلت لا، هذا في عقاب اسمه عقاب الثعابين او عقاب الحيات سنيك ايجل، وهذا شكله سبحان الله يبيض وفرخ على الارض، هذاك بالدمي طبعا فوق الاشياء. صحيح. بالدمي مرب هذا. اما شو اسمه مهاجر. والحمد لله، والسنه اللي عقبها بعد طرحت واحد نفسه وصاروا عندي 2 هنا، بس ما فرق بينه وبين الذكر والانثى، لان هذا يبي له شوي فحص الدي ان اي وهذا من الريش، من الريشي. بس الحمد لله يوم يبتل الحية عقب 8 ايام ورميت الحية، يوم شوف الحية سبحان الله يقبضها من راسه ويعضها لين تموت، ولا ماتت بلعها مره واحده، ما ينتفها نفس الطيور الثانيه ينتف الفريسه، لا يبلعها بلع شوي كامله لين تروح. عقب يدري الحين بسعيد، الحياه اللي صدناهم تعطيها شيء منهم؟ اي ان شاء الله، هذه واحده من الحياه اللي صدناهم ونعطيها ان شاء الله وجبتها اليوم. توكل على الله. طبعا بنشوف وين الراس عشان نقبض الراس عشان عن العضه، عن العضه. اي في صد سمها مب ما يقتل البني ادم، بس انه الواحد يحترد. كل كم يوم تعطيه سيد؟ والله الحية كل ما صدت كل شهر مرة ما في مشكلة. أما باقي الأيام يأكل الصوص، يأكل هذه الحمام الفري، يعطيه نفس الطيور. الحين خلاص حسب شو اسمه إنها ماتت، خلاص يبتلعها الحين مرة واحدة.
حتى لو كان طول الحي مترين ما في مشكله. سبحان الله ما شاء الله. هذه يعني سبحان الله النوع من انواع العقبان يعني مخصص حق الحيايه. سبحان الله شوف الحيه بين الحصى وهي نفس لونها نفس لون الحصى فينقض عليه عرف سبحان الله ويصيدها ويبتلعها. ما شاء الله هاي واحد من العقبان والطيور اللي عندك في المحميه. اي الحمد لله هذا واحد ومن اعز طبعا بعد العقبان لان حتى هذا كلموني ناس من اوروبا يبون هذا العقاب لان هذا ما يجي عندهم لفو فش اسمه يجي عندنا احنا بكثره والحمد لله ان يعني هالمحميه ان عندها هذا النوع من انواع العقبان. ما شاء الله هاي وشو ما هذا علي عندنا ما شاء الله انواع من العقبان اللي انطرحت في قطر هذا الوحقب الكل طبعا قبل احنا اي طير يحوم ولا اي عقاب يحوم نسميه وحقب وحقب اي والله سبحان الله ما ندري بس سبحان الله لو الواحد لازم لصاد الشيء وتمعن فيه ودرس عنه وقرا عنه يشوف انه في فرق هناك كبير بين مجموعه كبيره من العقبان. صحيح في اصغر منهم غامج في اصغر منهم غامج نعم وفيه المسح الرضام بس هذا البحقب يجيك ريوله طوال ويجيك لونه لون الاشقر كذي وطبعا المعروف في الطيور الانثى هذا الحجم الكبير والذكر الحجم الاصغر منه هاي طبعا كلهم طرح قطر فوخه فوخه حجم الربع ما شاء الله اوصيهم انا وقت التكويخ هنا على طول اي حد منهم صاد مثلا عقاب غريب ولا طير غريب ولا شيء يكلموني وانا اروح اخذ من عندهم. هذا وش عقاب سهول؟ هذا عقاب السهول ولا عقاب البادي يسمونه. اي هذا اللي يجينا دائما. اي دوم يجينا هاي استبيقل دوم يجينا ويجي حق الخليج. صحيح. هذا طبعا ضرب حد الويرات اللي موجوده قريبه من المزارع حد مزارع حل قطر نعم. وكلمني والله واحد من ربع قال لي فلان عنده طير تو طارحه يعني وقع في الزرع ضرب الواير وقع متعور متعور يوم رحت والله اخذته من عنده ولا جناحه ضارب يعني ضربه قويه في جناحه واخذته من عنده الحمد لله عالجته بال العلاجات الموجوده عندي الادويه هذه مالت الطيور والحمد لله هو بدل ريشه وصف بس لحد الان متعور يعني ما يطير بس الحمد لله يعني صارت صحته يعني الحمد لله ما اخذ بيها اجر الحمد لله. هذه عقاب اسمه عقاب الارقط الكبير ما شاء الله عندي ثلاثه من هذا النوع. هذا الكبير طبعا انطرح في 2017 اول واحد انطرح بكوخه يبعد من كواخ وما شاء الله هو الاثنين اللي عقبه معاه واحد انطرح في 2018 وهذا 2018 بعد اخر الوقت. السنه لو ينطرح واحد بعد تاخذه؟ اي ما في مشكله من هذه العقبان احسن طبعا ما يعني اذا كان متعور ولا شيء باخذه اما نفس العقاب لا خلاص كفايه يكفي يعني ثلاثه اي يكفي اما عقاب ثاني نوع ثاني ان شاء الله راح نضيفه للمحميه. سيد ايش عندنا بعد في المحميه؟ عندنا هنا الله يسلمك هذا نوع من انواع الحيوانات الموجوده اللي شبه انقرضت من قطر الضربان ولا الدربان ما شاء الله الكثير سمع عنه يعني مو بالكثير سمع سمعوا عنه بس ما شافوه. نعم. يعني في ناس سمعوا عنه وما شافوه في ناس شافوه القليل الشيبان وذي شافوه ويعرفونه نعم. أما الحين الجيل الحين ما شافوا طبعا هذا ولا عرفوا عنه أن هذا من الحيوانات سمعون عنه وتكلمون عن ثارة وتكلمون صحيح إيه بس ما شافوه على الطبيعة ما شافوه. هذا هو الضربان طبعا حذر حتى في أكله في مكانه قوي شرس يعني لا يهاب اي حيوان الله يعزكم على وجه الارض. سبحان الله ما قطعته صغيره يعني مو بالكبير صادق قطعته صغيره بس سبحان الله الله ما اعطاها القدره هذه والقوه. حليل هوش هذا يتفى؟ هذا يتفى طبعا هاي الاتفى مسكينه صادها شوي في عينها مثل الالتهاب وداويناها ان شاء الله الحمد لله كل يوم نداويها وان شاء الله انها تصحى. بعد اللتفه هذه نفس الضربان بعد من الحيوانات اللي شبه انغرضت في قطر. نعم. هذا
هذه أرانب الحمد لله، أرانب قطر. هذا طبعا موسم الصيد، أنا من محبين طبعا صيد الأرانب، سواء الأرانب البرية. الأرانب البرية نعم. فمن يفتحون طبعا وزارة البلدية والبيئة موسم الصيد اللي هو 11/15/12، أنا من محبين صيد الأرانب، يبي الطير ولا بالسلقان، ولا إذا مثلا صاحي ما فيها شيء الحمد لله جبت المحمية. إيه ما شاء الله، هذه صيدك أنت؟ هذه صيدي نعم. تكاثرت عندك لي؟ والله ما شاء الله السنين اللي طافت تكاثروا، كانوا يبون بالتوم ما شاء وعندي الله. واحدة جابت أول مرة تجيب ثلاثة إيه والله هذه أول مرة، وأول مرة إني أشوف إن أرنب بري يجيب ثلاث قرانك ما شاء الله. أوه ما شاء الله شوي. هذا طبعا النسر الأسمر ولا النسر جبرين، هذا طرح قطر 16/4 قطر؟ اي طرح قطر الحمد لله. اي نعم، هذا حتى انا بعد استغربت ان هذا النوع من نوع النسور يجي قطر. كلموني الرابع الساعة تقريبا 4 العصر، قالوا لي ابو سعيد صدنا نسر. قلت لهم انا نسر يعني غريبة، قلت يمكن عقاب ومفكرين انه نسر. بس يوم قلت لهم طرشوا لي الصورة، يوم طرشوا الصورة ولا الصورة طبعا ما خدمته، الصورة ظلمته شوي صغير. بس يوم رحت عندهم هناك ولا النسر ما شاء الله، ولا ما شاء الله حجمي 3 متر. ذاك اليوم كان يوم هواء اللي انطرح فيها، طبعا هذا مو بخط سير هجرته الموسمية قطر، لا كان يوم هواء وعج وغبار وذي، فضيع مسار هجرته. وسبحان الله هي في قطر في الشمال تحديدا. طبعا هذا يوم انطرح نزل في الجريدة الرسمية، جريدة قطر، جرائد قطر. وجاءوا طبعا الفريق المخصصين في ارصاد الطيور، كم طير مثلا موجود مقيم او مهاجر في قطر، وهذا الطير الفريق من قطر، الفريق من قطر هلوة. وفي اجانب ومنهم معاهم بعد شباب من قطر. والحمد لله ارصدوه ان هذا الطير رقم 303، يعني 303 من الطيور المهاجره او المقيمه اللي في قطر. عندنا هنا انواع من البوم، بس نشوف هذا البوم اللي هو بوم المخازن. بومه مربع عندنا في قطر، من اجمل انواع البوم اللي موجودين في العالم. الحمد لله هذا عندي انا جوز واحد، اول كان جوز، الحين ما شاء الله عندي 20 حبة منهم ما شاء الله. ايوه يعني اتجوا خمس مرات او 5 جواز. عند الجوز الكبير انتج وعقب انتاجه انتجوا ما شاء الله. كم فترة انتاجهم الاكبر وكم عمرهم ينتجون؟ هاي طبعا من تبيض الانثى تبيض من 4 لـ10 بيضات. اليوم مثلا باضت، بكره بعد بكره لا، يومين يوم يومين ترك، وتقعد على البيضة 32 يوم بالضبط. يفرخ أول بيضة بضت تفرخ، عقب يومين تفرخ الثانية. سبحان الله، عشان تقدر تطعمهم بالدور. تقدر تطعمهم بس هذا يسبب مثلا حق الفروخ، هم ما يعرفون الفرخ الأول يكبر، الفرخ الأخير توه طالع من البيضة، يقوم يأكله على باله هذا فريس يأكله. فأصفي أنا على تقريبا 3 أو 2 فترة شو اسمه أول مرة فرخوا عندي، بس عقب قمت من يفرخون على طول يكبر بأسبوعين أعزله وأخليه وأقعد أنا أطعمه، والحمد لله هم يهتمون بالباقي. يهتمون بالباقي. هذا البوم بعد البوم الفرعوني ولا بوم الصحاري يسمونه، هذا البوم مهاجر ومربى في نفس الوقت. يعني عندنا ما شاء الله في القضوف وهذه تبيض وتفرخ لأماكن اللي ما فيها حد، ما فيها حد من القفر صحيح. تبيض ما شاء الله وتفرخ. هذه امطوض، هذه القبصه الصغيره من اجمل بعد الانواع. هاي ما شاء الله متوفره بكثره عندنا في قطر، كل تريبات حفور تلقاها موجوده سبحان الله. اي منتشره بكثره، وهذه تبيض في الارض يعني في طبوقه ولا في حصى، ربت في الحصى وباضت وفرخت. هذه التغذى دائما تلقاهم بالجوز، دائما بالجوز سبحان الله. اي وهذه التغذى على الحشرات، التغذى على شو اسمه، حتى في النهار التغذى وفي الليل التغذى، ما فيها اي مشكله. بعض البوم عندنا لا بس ليلي يتغذى في الليل، اما هذه في النهار وبالليل. بسعيد، أبي الهدف من إنشاء هذه المحمية. طبعا الهدف هناك أهداف كثيرة،
اول شيء حبي للحيوانات هذه، تربيه الحيوانات الله يعزكم، وحبي لهذه الاشياء الطيور هذه خلاني انشا هالمحميه. وبالاضافه طبعا هذه وراثه الوالد الله يرحمه، فانا كملت هذا الموروث طبعا اللي توارثته عن الاباء والاجداد. نعم. الشيء الثاني تعليمي، الحمد لله طلاب المدارس يجون هنا يتعرفون على الحيوانات الموجودة في البيئة القطرية، يشوفونها على الطبيعة، مو بس يشوفها والله في الكتاب ويدرس عنها بعض المعلومات، مو يعني بعض المعلومات الخفيفة بس. هنا خلاص يشوف على الطبيعة، غير الطبيعة غير، سبحان الله يشوفها يدرسها، وهذه يعني ترسخ في ذاكرته. الطيور هذه اللي عندك تستخدمها في شيء غير المعارض؟ الحمد لله يعني هناك معارض كثيرة أنا أشارك فيها، وهذه السنة دربت الطيور على حركات يعني تجذب الجمهور، تجذب السياح هذه، وحركات يعني حلوة أنها يدخل مثل الزقزاق أو يدخل من بين التواير ويدخل من هذه الأمور بين الجمهور. ما شاء الله. وإن شاء الله الحين نرويكم عملي. تعيش بعض الحيوانات المهددة بالانغراض في البيئة القطرية. اليوم بنروح مع سلطان المسيفري وبنشوف طريقته في تتبع هذه الحيوانات. بسعد، وش الحيوانات اللي انت تتبعها في دار قطر؟ اللي انا اتبعها اللي هو الذرنبان والقط البري اللي هو القط الرملي. نعم. قد شفتهم؟ شفت الذرنبان؟ الذرنبان موجود طال عمرك، يمكن ذكر موجود في المنطقة الشمالية. نعم. وفي تقريبا زوج او زوجين في المنطقة الجنوبية. والقط البري؟ القط البري موجود تقريبا حوالي 6 أزواج. تقريبا 6 أزواج موجودة مثبتة يعني أماكنها. أزواج مع بعضكم؟ أزواج مع بعض. نعم. إحنا اليوم مش جايين نشوف، إحنا اليوم إن شاء الله بنحاول أن نصيد أو نشوف اللي هو القط البري اللي هو السن كات أو القط الرملي. نعم. المسمى عندنا الدارج اللي هو التفه. لك طريقة تصوير لي طريقة أني أحاول أني أثبت مكانه. نعم. وأعطيه أن هذا وأثبت أن هذا الشيء موجود، وأحاول أني أساعد أني يعني خليه يثب في المكان، ما شيء يضره من العوامل الموجوده الثانيه اللي هي تحاول تشرده مكانه وتغير مكانه او تبعد عن المكان هذا. طيب سلطان، خلينا نشوف طريقتك في التوثيق هذا. باذن الله. توكل على الله. توكل على الله. سويت في هالمكان؟ طبعا وصلت المكان هذا، ثبت الكاميرا باتجاه انه ما يكون ما تظهر الشمس طلعت الصبح، حتى لين اخر وقت مع المغيب ما يظهرها. نعم. بحيث اني اقدر اخذ اكبر وقت من التصوير. الكاميرا شنو هذه؟ الكاميرا الله يسلمك تشتغل على الشرج وعلى الواي فاي، معي وصلت واي فاي ومعي الشرج اللي يعبيها طول اليوم، يكفيني يومين الشرج معاها، هي يرد فيها بطاريه وجايب معاها باك باتري زياده انه يكمل معاها لين ثاني يوم. حلو. وحطيت الله يسلمك اللي هو حق جذب الريحه، حطيت ريحه تجذب. وش اللي خلطت الخلطه؟ خلطت الله يسلمك تمر ومعه بودره الماجي. نعم. مكس مع بعض وعقب حركته بالنار عشان تقوي الريحه. تقوي الريحه وتقعد الريحه مستمره لمده يومين ما عندها مشكله. ايوه. ومهما طال الوقت ما تضر، ما تروح الريحه. نعم. وحطيت الله يسلمك لها فري، وحطيت الفري ماي واكل، وربطت الطريقه انه لو ما جيت مثلا لو قدر الله ما قدرت ناجي وحاجه يقدر فري يفرط نفسه.
وزعت الفري خليتها العجين خليتها من شمال الفري عشان نعم. الريحه تروح، ولو لا تعال ريحه العجينه يكون الفري قدامها قبل تطلع العجينه. والقصد من نحطها من شمال الفري ان الريح الهواء يدف، واليوم الحمد لله الهواء قدامنا شمالي بقى طول اليوم، واليوم شمالي نعم. لين بس لين عش الهواء شمالي، فبيخدمنا يدف الريح، ريح اللي هو اللي يدف على وين؟ احنا ليش اخترت هذا المكان بالضبط؟ يدف الله يسلمك الناحيه الجنوبيه لان مكانها وجحورها موجوده من جنوبينا. من جنوبينا؟ جنوبينا قريب ما هي بعيد. تقريبا كم؟ تقريبا كيلوين الا كيلوين تقريبا. توصل الريحه لهنا؟ توصل باذن الله مع الهواء توصل، لان الهواء اليوم خادمه بشكل كبير. لو الهواء لو كان اليوم شوي قليل كان قدمنا، لكن الهواء قوي وريحته قوي ودفع الهواء يكون قوي حق الريح. توصل يعني لهالمكان؟ توصل، لان هي اصلا صيدها تعتمد على النظر وعلى الشمس، يعني خصائصها في الصيد انها قاعد تصيد تاخذ الارض تكشف المنطقه كامله، فاعلى منطقه تكشف المنطقه كامله تستعمل الشمس. وصيدها في اي فتره من اليوم؟ من بعد الساعه 7 في الليل تبدا تتحرك. الين؟ الين قريب الفجر. صيدة ترجع طبعا لا. نطاق صيدة 3 كيلو بالضبط ما تعدى، بس 3 كيلو 3 كيلو ما تعدى مكانها هذا، لان على حكم صغرها وصغر صغر حجمها نعم، وانها هي من النوع اللي ما يلقى الماء بسهوله، يستخرج الماء من صيدها ومن نفسها، ما تروح يعني تدور الماء او لا، يعني هي تاخذ الماء من نفسها ومن صيدها. نقدر نشوف مكانها صباح باذن الله، توجه لحالتها ان شاء الله ونشوفها ان شاء الله، احنا الله يرزقنا اياها نشوفها على الطبيعه اليوم. سعد علمنا عن المكان هذا اللي احنا فيه. هذا الله يسلمك واحد من الربع الله يجزاه خير. نعم. طيره كان في الشيب مال الزرع. وقعد مع اهله لين غرب لين غرب وقبض الطير، وهو معوض ظاهر بين له الحروه هذه بالضبط حروتها، يعني قال من ذا المكان، فجينا دورنا لقينا الجحر هذا، وفي جحر قدام وفي جحر ورانا. نعم. يعني كذا وكر. لها كذا مكان. فالحروه ان هذا هو المكان. نعم. ونبغى نثبتها، وهي طبعا نادر ما تشوفها الا في الليل، النهار نادر تشوفها الا كانت تطلع برا تشمس. نعم. لكن في المكان هذا ان هذه الرمله حمراء تقبض الرطوبه. اي. وتبرد عليها فتره الصيف. فمثل ما قلنا مساء احنا راح شماليها شمالها تقريبا كيلوين كيلو ونص تقريبا، حطينا اللي هي الشداخه حطيناها في المكان عشان توصل نقدر نصورها. وخبرك المكان هذا داري عليها من يعني بين زروع، ولا هو بمكان اللي مكشوف لها تطلع. دائما هي في الوديان داخل في الرمله. هي لانها رمليه دائما في مكان الرمل في فتره الصيف. نعم. وفي الشتاء تطلع فوق في الاماكن اللي فيها حصى كبار عريضه، انه يقبض حاره الشمس طول اليوم. نعم. فيكون يعني تدور وين المكان اللي يناسب على بيئتها. والحين ان شاء الله احنا ما قال ننطر لين يغب الليل، وان شاء الله تروح صوب نسوي مكان اللي جهزنا لها، نلتقطها ان شاء الله كم صوره نقدر نحدد وش زوج فردي واللي معها، باذن الله نلقى لها شيء طيب ان شاء الله باذن الله.